انت وعدتيني تشتغلي ليل نهار حتى توفي دينك. صار لك 10 ايام عم تاخري. وعدك هي اخر مره بتاخر. وين كنتي؟ كنت عن سوريا. سوريا اختي؟ نعم. وامبارح واول امبارح واللي قبله واللي قبله كمان كنت عن سوريا؟ صديقتي مريضه مبزوره. سوريا مريضه؟ إلا من وقت ما تجوزت ما خبروك عمتك وخطيبتك؟ شو مرضها؟ سالة وحرارة. الحكيم كان خايف من السل. سل؟ بس الحمد لله طلع رشح قوي وهلأ صارت منيحة. بس حرام إذا بتشوفها بينوجع قلبك عليها. غريب كيف ما خبروك عمتك وخطيبتك. سيرك بعدين. بدي اعرف ليش انا اخر واحد تعرف انه اختي مريضه. اضطريت برر له سبب تاخيرك اليوم. ما خبرته الحقيقه. قلت له انه كانت مرشحه وعملت حراره.